نهار كبير هذا. كنشكرك السيد النا بحبيبك نهار طيب اخوان كاملين يعني هاد هاد النجوم ديال كره السله ديال العريش يعني يمكن استحضرنا هاد الاسماء اللي حاضره هاد المباراه الاستعراضيه ما بين المنتخب ديال العريش ومنتخب الشمال المنتخب الوطني. اييه بسم الله الرحمن الرحيم حتى نهضرك على بعض الاخوان اللي باقي عندي الذاكره ديالي عليهم بحال الصديق هذا كان لاعب النجم العريش اسمه محمد الصديق وكان حقا على ديك السيدة زعما المغرب التطواني وهذاك السيد المغرب التطواني وهذاك السي منصور وهذاك السي بوصوف وبعض الاخوان الذاكره ديالي انا بقيت عقل عليهم شويه على كل حال على حسب الذاكره ديالي اللي بقات هذو اللي بقيت عقل عليهم شويه واخوان هذو كان من العريش وكان من التطوان. اللي كنعرفوا بانك انت كنت كتلعب كرة القدم وكتلعب كرة السلة. نعم كنت كنلعب كرة السلة في قسم وطني الاول في بطولة المغرب كنت كنلعب في الصباح نهار الاخص نهار الاحد في العريش كنلعب في الصباح كرة السلة وفي العشية كنلعب كرة القدم كنلعب. الفرقة اللي لعبتي النجم العريش. النجم العريش هي الأولى اللي كانت هنا. الفترة اللي لعبتي فيها الفترة. نعم. الفترة اللي لعبتي فيها. ولعبت منتدي سي السوق ديال 67 انا كنلعب مع الفريق النجم العريش. شحال من عام لعبتي تقريبا؟ وقل حتى 83 يعني شي 20 عام. نعم ولعبتي الفرق كرة القدم شي الفرق اللي لعبتي اليوم؟ كانت ليكسوس هي الأولى الفرق اللي كانت العريس ليكسوس من بعد ولات النادي المغرب نادي العريش نادي العريش من بعد ولات الشباب العريش الفرق اللي لعبت معاها. فقانيت هي كانت الاسم ديالي. نعم. الاسم ديالي. واش يمكن تقولنا هذيك المرحلة استرجع معنا هذيك الذاكرة ديال كرة السلة ديال العريش ديك الفترة كيفاش كانت؟ فعلا هذيك الذاكرة هذيك المرحلة ديال كرة السلة في الوقت ما كانش مثال بحالها. كانت في المستوى كانت بعض الفرق اللي في المستوى عالي بحال الفتح، الجيش الملكي، كوتي مكناس، المغرب الاسطواني، النادي الاتحاد النهضة طنجة، الاتحاد وجدي. كانوا فرق كبار في المستوى. نعم وهذه مناسبة باش نسترجعوا معكم المدرب العملاق اللي داز كرة السلة العريشية. هو الأخ السي محمد الطول مؤسس كرة القدم، كرة السلة عفوا، هو الأستاذ ديالنا، البطل ديالنا هو السي محمد الغياتي، راه في الرباط. نعم. الأستاذ ديالنا هو المؤثر في كرة السلة في العريش، هو المؤخر. كيفاش عم نشرح؟ الدينامو اللي كيتبنى عليه. كلشي ديال يعني اسس للرياضه كره السله وبناها يعني مستوى التدريب والتعطير وداك الشيء. عيط لي كل السن ديالي ديال ديك 11 عام 12 عام كنت في هذه المدرسه ديال المعديني عيط لي قال لي شوف انت مستحبات الرياضه قوية ولقيت كنطور حالي تما لقيت كنتفكر كان هو اللي عنده الفضل عليك باش يجيبك النجم عنده الفضل ديال النجم يكتشف المواهب ديال يعني فيما كانش شي مواهب كيجيبهم وعد هو السبب اللي داني المنتخب المغربي في الجزائر في السبعينات. شاركتي في المنتخب ديال المغربي في السبعينات مشينا مهرة لعبنا مع وشاركتوا مقابله حبيه ومقابله ديال كاس افريقيا بطوله افريقيا في السبعينات وكان الله يرحمهم جوج مدربين اللي كانوا هو السي بنهاني والسي خليد اليماني ديال المغرب فتح الرباطي الله يرحمهم ويسعدهم. نعم وكتذكر شي لاعبين اللي دازوا معكم في هذه الفتره هذه نذكرهم في هذه المناسبه يمكن ما استرجعوش بعض الاسماء كلهم ولكن واخا قول لي عز التسميات ديالهم اللي لعبوا معك اللي لعبوا في المحل اللي لعبوا اللي لعبتي معاه اللي لعبوا معك في نجم الشباب نجم العرائش عندك السي محمد فضول طراب السي عبد اللطيف تمساماني السي محمد تمساماني هو هنايا والاصيل عبد الرحمن هو اللي غنعملوا له التكريم ومحمد الحداد وفتاح يا رب تبنى السرغيني سي محمد وعجوز رحمه الله بزاف ديال الاخوان على حسب التكاله ديالي بزاف الله يسمح لنا ولا ما تكونش مع الاخوان ما تديوهاش عليا. المهم الحديث معك دو الشجون ما بغيناش نجيبوا شويه ديال لا ميلانكولي يعني ديك الشيء الحاجات الالم ديال اللي كانت تعلموا ما عندناش البنيات الرياضيه يعني التراجع ديال البنيات الرياضيه ديال كره السله والاهتمام بهذه الفئات اللي دابا ولاو كيعطوا الرياضه ولكن ما كاينش البنيات. لا الحمد لله الاخ مصطفى العج وبعض المعطرين مع الاخوان حتى هما عطاو نتيجه ايجابيه. اللي كانوا معطرين شباب دابا في كره السله كيعطوا. انا فخور بهم فخور بهم شكرا انا فخور بهم علاش؟ باقي كيحيوا الذاكره ديال كره السله النجم العريش اللي ما عمرها تنسى كانوا فرق ابطال عندك جمعيه الجنوبيه.
الفرنسي اتحاد طنجة العظمى، كانت فرق العظمى كتنافس مع فرق الناس، مع الفرق كتيا خويا عليها.